ايه طلباتكم ايه المره دي؟ انا مش معاهم، انا من يوم ورايح مع نفسي وبس. انا ممكن ادلك على المكان اللي هم فيه، هم والعروسه. وادي عمار. استني طبرا، دي شركه بنتي. استني انت بس يا نايف، حلال عليك حطهم في جيبك، بس فهمني هما فين؟ ما اقولش غير لما اخد 10,000 جنيه احطهم في شقه بدل عشيت اللي اتحدت. اديله يا محروس، اديله اللي هو عايزه. بس بقول لسعادتك ايه؟ قشطه براه، الواد الصيح هو اللي ضحك عليها. انا بحبها كنت عايز اتجوزها. وانا بقى هخليك تتجوزها وهدفع لك المهر كمان، بس على شرط رجلي على رجلك.